أصبحت ضيف الله، أصبحت ضيف الله، سجال الرضا والكريم، قرابة الضيفان. صالحات أعمالنا وتب علينا توبة ترضيك وباعدنا عن معاصيك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام هذا حالنا لا يخفى عليك، هذا ذلنا ظاهر بين يديك. آمنا بالإحسان ذي الفضل منك وإليك. اللهم يا ربي إنا نسألك أن تصلح فساد قلوبنا، وأن تنزع الغش والحقد من صدورنا، وأن تصلح ذات بيننا. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يا ربي إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا، ورضنا من المعيشة ما قسمت لنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، ولا أعطنا ولا تحرمنا، وغسلنا ولا تثر علينا، وارضنا وارض عنا يا رب العالمين، وأدخلنا في عبادك الصالحين، وارزقنا حبهم وحب من يحبهم. اللهم إنا نسترسل بك فانصرنا، وإليك نلجأ فلا تطردنا، وعليك نتوكل يا رب فلا تخيرنا. يا رب انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وجزاء أحساننا، وذهاب همومنا وغمومنا. يا رب اجعله حجة لنا لا عدوا.